الدرس بتاع النهارده يا جماعه هيتكلم عن ازاي توصف المدن والاماكن بكلمات انجليزيه. على سبيل المثال مدينه سياحيه او مدينه معاصره او مدينه قديمه شويه او هي ancient شويه وهكذا. وده الدرس رقم 45 من كورس English for Day Life. وانت بتتفرج على قناه الانجليش ميكس، انا جيم هني. ويلكم باك. النهارده متعلم 8 كلمات بنسميهم 8 adjective، ممكن تستخدمهم عشان توصف بهم مكان او مدينه. اول كلمه عندنا كلمه thirsty. thirsty thirsty جايه من كلمه thirst، فلما اقول thirsty معناه ايه؟ سياحيه، فيها سياح جديد. على سبيل المثال Cairo is a thirsty city، Paris is a thirsty city، بيجين is a touristy city، يعني ايه؟ فيها سياح كتير، مكان كويس للسياحة. touristy touristy، حاطط انت صح touristy. الصفة الثانية cosmopolitan. cosmopolitan not cosmopolitan، cosmopolitan cosmopolitan يعني ايه؟ مدينة فيها ناس من جميع انحاء العالم، مدينة واسعة فيها ناس من الشرق ومن الغرب. على سبيل المثال نيويورك سيتي is a cosmopolitan city. New York is a cosmopolitan. Ottawa is a cosmopolitan. Toronto is a cosmopolitan city. يعني مدينة فيها ناس من جميع أنحاء العالم بيعيشوا مع بعض ويعتبروا نفس المكان cosmopolitan. cosmopolitan. Cairo is not cosmopolitan. الصفة اللي بعد كده quaint. 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 quaint يعني مدينة قديمة، يعني فيها يعني تعتبر كده ايه، على سبيل المثال روم في ايطاليا مدينة بتعتبر اسمها كوينت، يعني قديمة شوية كده مفيش فيها تجديد، لسه محافظة على المعالم القديمة بتاعتها. على سبيل المثال لوكسور في مصر اسمها كوينت تاون، يعني ايه؟ مدينة أثرية شوية. كوينت كوينت كوينت. الصفة اللي بعد كده ميديفال. ميديفال ميديفال يعني مدينة موجودة يعني ايه من العصور القديمة قوي قوي. ميديفال ميديفال. لو بصينا على 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 مثلا مدن في العالم، يعني على سبيل المثال في الصين المنطقة مثلا اللي فيها الجريت وولد كلها بنسميها ميديفال بليس، يعني ايه؟ كل ركن فيها بيفكرك بألف سنة عدوا. ميديفال. الأهرامات مثلا اتس ميديفال سبوت، يعني كل مكان في الأهرامات كده بيفكرك باللي حصل من 7000 سنة. ميديفال ميديفال يعني مدينة عريقة أو أثرية أو فيها آثار كتير. ميديفال ميديفال. الكلمة بعد كده مش كويسة أوي بنسميها إيه؟ polluted polluted polluted، يعني إيه؟ ملوثة فيها تلوث كتير. على سبيل المثال في مدن كتير في الصين very polluted، يعني إيه؟ في أماكن كتير في الصين ما هم مش كويسين فيهم تلوث كتير. التلوث ده ممكن يكون تلوث ضوضائي يعني عشان مثلا العربيات، او تلوث هوائي او سمائي او هكذا بيسموها polluted city. like على سبيل المثال نيويورك is very polluted. lots of car noise. polluted polluted. الصعبة اللي كده هي welcoming. welcoming. welcoming comes of كلمة يعني جاي من كلمة welcome. welcoming. it's a welcoming city. يعني ايه؟ مدينة بترحب بالناس. very welcoming. تحس كده في ايه؟ قاعد في بيتك كده وبتاع. welcoming. Let's say my town is very welcoming، يعني المدينة بتاعتي بترحب بالأجانب وكده، يعتبر very welcoming، الناس فيها very warm، طيبين قوي. welcoming welcoming. اللي بعد كده بنسميها ايه؟ contemporary contemporary contemporary، يعني ايه؟ مدينة معاصرة حديثة يعني. contemporary يعني دلوقتي مدينة مثلا كمدينة مثلا كالجري contemporary city، مدينة مثلا كباك contemporary، مدينة مثلا زي لندن contemporary city contemporary معاصرة حديثة contemporary contemporary. آخر صفة عندنا النهاردة bustling. bustling مفيش حاجة تي مفيش تي. bustling مفيش تي، متقولش bustling. bustling bustling يعني ايه؟ مدينة زحمة قوي قوي مليانة ناس. لو انت مثلا رحت الهند زي نيو دلهي زحمة قوي، اسمها very bustling city. very bustling. مثلا مدينة زي شنغهاي في الصين very bustling. نيويورك very bustling. very bustling. وضمن الصفات اللي ممكن تستخدمهم عشان توصف بهم اماكن او مدن.
على سبيل المثال ممكن أقول last year I went to India and I visited the capital and it was very bustling city. It was a very bustling city. مثال تاني, oh, I love going to Cairo and Alexandria because they are so touristy and welcoming cities. They are so touristy and welcoming cities. يعني هم كويسين جدا للسياحة وبرحبوا الناس. برضو ممكن أقول Beijing is such a great city, but it's very polluted. But it's very polluted. يعني ملوثة جدا. برضو ممكن أقول Rome is an ancient city. Rome is an ancient city. أو ممكن أقول Rome is such a quaint city. Quaint city. برضو ممكن أقول Quebec is a contemporary city. Quebec is a contemporary city. ودي تعتبر نهاية الدرس. عشان تعلم صح حاول تكرر كل adjective مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تزهق وتمل, وبعد كده حاول تعمل أمثلة لحد تزهق وتمل. وده يعتبر نهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبك. لو عندك أي سؤال أو أي تعليق تحت في الكومنت إن شاء الله. الفيديو عجبك اعمل لايك وشير مع كل أصحابك اللي بيحبوا السفر بره بلدهم. Thank you so much for watching. ومنساش تزورني على قناة اليوتيوب English Mix. Thank you and see you next time.